أهل الكويت والله إنه الإنسان بيعطيه بعيونه يقدر يعطيه بعيونه، يجيني يطلب مني أنا أعطيه لي والله لو عيوني أعطيه إياه. ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المقفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه